السلام عليكم. وزارة الدفاع الصينية تعلن عن مناورات بحرية في خليج عمان بمشاركة إيران وروسيا. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلنت وزارة الدفاع الصينية عن تنفيذ مناورات بحرية مشتركة في خليج عمان بمشاركة مع روسيا وإيران في الفترة الممتدة من 15 ولغاية 19 مارس آذار. وجاء في بيان الوزارة الذي نشر على صفحتها الخاصة في موقع ويشات، وفقا للاتفاقيات بين القوات المسلحة لروسيا والصين وإيران ودول أخرى، ستجري القوات البحرية الصينية وإيران وروسيا ودول أخرى مناورات بحرية مشتركة حزام الأمن البحري 2023 في خليج عمان من 15 إلى 19 مارس. وكانت القوات البحرية الروسية والصينية قد أجرت مناورات عسكرية في جنوب إفريقيا في وقت سابق، حيث أعربت وزارة خارجية جنوب إفريقيا عن رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرة العسكرية الروسية الصينية في ضوء هذه المناورات. وكانت وزيرة الدفاع الجنوب إفريقية تاندي موتسي صرحت في وقت سابق أن الولايات المتحدة تمارس ضغوط على الدول الإفريقية التي تواصل علاقتها مع روسيا. في الأخير، إذا كنتم من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.